تغطية حية ومباشرة لأسواق المال العربية والعالمية وأسعار النفط والمعادن عبر شاشة الجزيرة مباشر، متابعة سريعة واستعراض لأحدث أرقام البورصات العربية والخليجية. نبدأها من البورصات العربية، من بورصة عمان التي تم الإغلاق فيها على انخفاض بمقدار 13% في المئة. بيروت أو بورصة بيروت مرتفعة ب 19% عند الإغلاق، الدار البيضاء منخفضة ب 20%. متابعة سريعة أيضا للأسواق الخليجية السعودية، وما زال التداول فيها مستمر على ارتفاع بمقدار 17%. قطر التي قاربت على الإغلاق هناك ارتفاع ولو كان طفيف بأقل من نصف العشر في المئة. أبوظبي أغلقت على 20% ارتفاعا، أيضا 17% ارتفاع لسوق دبي المالي. البحرين أغلقت على انخفاض بأقل من نصف العشر في المئة. أما عمان فمرتفعة، ارتفاع طفيف بأقل من نصف العشر أيضا في المئة. متابعة للسوق الكويتي، هناك تصحيح لمؤشر السوق الرئيسي الذي كان في الجولة السابقة كما لاحظتم معنا مشاهدينا الكرام، كان هناك تذبذب في أرقامه ولكن الآن استقر عند 20% ارتفاعا. نحن نتابع هنا مؤشر السوق الرئيسي. أما مؤشر السوق الأول فأغلق عند الارتفاع بمقدار 18%. مؤشر السوق العام سجل 16% ارتفاعا بمقدار 5669 نقطة سجلها المؤشر العام. مؤشرات أسواق المال العربية والعالمية في العرض التالي. بالتزامن مع انطلاق عملية الاقتراع بالانتخابات التشريعية في تونس والتي بدأت منذ الصباح الباكر، أطلق نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي حملة لمواجهة غلاء الأسعار تحت شعار قاطع بالغلاء تعيش بالإجداء، في وقت التزمت فيه الجهات الحكومية التونسية الصمت. نتابع المزيد في العرض التالي.
وللتعليق ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة التونسية نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سيد أكرم الباروني. أهلا بك سيد أكرم معنا، وكيف ترى الاستجابة لحملة المقاطعة الجديدة التي أطلقها التونسيون لمواجهة الغلاء؟ اهلا وسهلا اسماء، تحيه ليك وتحيه للساده المشاهدين. هي بالفعل حمله كانت انطلقت منذ ايام، حمله مقاطعه للبضائع وكل ما هو منتوجات فلاحيه، شهدت خاصه في الفتره الاخيره غلاء. المقاطعه هي بطبيعه الحال تم اطلاقه على المواقع الاجتماعيه الفيسبوك بالاساس، والى حد الان كما ذكرت العدد قاعد يزيد من يوم الى اخر، واخر الاحصائيات تقول انه فما اكثر من مليون تونسي مستهلك انخرط في هذه الحمله. اذا هناك استجابه كبيره على ما يبدو من الشارع في تونس. فعلا هي استجابه كبيره و غير مسبوقة، باعتبار وأنه نحب نذكر في تونس معناها تم إطلاق مثل هذه الحملات في السنوات الفاتة ولاقت تجاوب نسبي، ويختلف حسب الفترات وحسب المواسم الاستهلاكية. ولكن هذه الحملة بالأساس هذه المرة تعتبر ناجحة وفيها انخراط كبير من طرف رواد الفيسبوك. إذا كانت الاستجابة واسعة على نطاق الشارع التونسي، ولكن الحملة لم تلقى حتى الآن تجاوب مماثل من الحكومة أو الأحزاب السياسية، برأيك لماذا؟ هو شوف، خلينا نوضح منذ البداية، مسألة المقاطعة هذه هي ثقافة استهلاكية حتى مقارنة بالدول المتقدمة، يقع معناها تنظيمها من طرف المواطن، من طرف جمعيات حماية المستهلك، ولا علاقة لها بالحكومات أو بالسياسات أو بالوزارات المعنية بالشأن الاستهلاكي. فمرة أخرى نقول هذه المقاطعة، هذه الحملة مبدئيا لم تعلن أي جهة رسمية سياسية معناها دعمها أو نفيها. نعاود نأكد مرة أخرى، هذه الحملة تلقائية أطلقها رواد المواقع الاجتماعية ولاقت رواجا كبيرا في كامل تراب الجمهورية. إلى حد الآن مرة أخرى نقول الحكومة والأحزاب لم تبين موقفها من هذه الحملة. ربما أنا نقول انشغال هذه الأحزاب والحكومة بالانتخابات التشريعية والرئاسية اللي تعقد الآن في تونس خلى وانه لا يقع الاهتمام بشكل كبير بهذه الحمله مره اخرى من طرف الحكومات وليس من طرف المواطن، لانه فعلا اليوم على مستوى المجتمع المدني والمواطنين ثم انخراط كبير في هذه الحمله وتشجيع ودعم كبير لهذه الحمله الغير مسبوقه كما ذكرت بالنظر الى العدد الكبير من المنخرطين فيها. طيب سيد أكرم، ما دور منظمة الدفاع عن المستهلك في دعم حملة المقاطعة أو مثيلاتها من الحملات المشابهة؟ احنا بالنظر إلى مسألة المقاطعة خليني نذكر وأنه احنا منظمتنا كانت أطلقت أول حملة مقاطعة للحوم الحمراء، وكان ذلك في سنة 2013، أي تقريبا بعد سنة أو سنتين من اندلاع ثورة في تونس، وكان ذلك لأول مرة باعتبار وأنه لم يكن مسموح لمثل هذه الحملات أنها تكون في النظام لدى النظام السابق. والحقيقة كانت أول مرة وأول تجربة، وكان النجاح مبدئيا نقول كانت ناجحة بالنظر لأنها كانت جديدة، هذه ثقافة جديدة لدى المواطن ولدى المستهلك التونسي. ثم تلتها معنى حملات أخرى قادتها المنظمة ونظمتها منظمة الدفاع المستهلك، وفي كل مرة نلاحظ أنه تم تجاوب كبير من طرف المواطن ومن طرف المستهلك التونسي. لكن اللي نحب نأكده بالنسبة لهذه الحملة، الحقيقة احنا كنا في كل مرة ندعو المواطن التونسي والمستهلكين بشكل كبير أنهم يمتنعوا امتناع تلقائي، أنهم يقاطعوا مقاطعة تلقائية، أي أنهم ما ينتظروش أنه
منظمات الدفاع المستهلك او اي شيء أو اخر يتبنى يعني. هذه نعم. المقاطعه، بل مره اخرى نقول على المواطن التونسي انه يقاطع بنفسه كل ما وجد انه هناك غلاء في ماده معينه سواء كانت فلاحيه منتجات فلاحيه او مواد غذائيه. طيب هل نستطيع ان نقول ان هناك علاقه بين توقيت انطلاق الحمله والانتخابات البرلمانيه التي بدات اليوم ونتابعها على شاشتنا، وكذلك قرب جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية؟ لا أستطيع أن أجزم في هذا الموضوع، لكن على ما أعرف وما يبدو لي أن هذه الحملة ليست لها علاقة بما يجري حاليا من انتخابات تشريعية ورئاسية على مستوى السياسي. لنأكد ربما هذه الحملة انطلقت نتيجة، لأنه عادة في ظروف هذه تاع انتخابات عادة تجري تراخي من طرف أجهزة الرقابة سواء على مستوى وزارة التجارة أو على مستوى الرقابة في مستوى الأسواق، وهذا بالنظر إلى كما قلت التراخي بالنظر إلى اهتمام الحكومات إلى وتفريط كل مجهوداتها حول إنشاء المحطات الانتخابية سواء تشريعية ورئاسية. وجرت العادة وأنه في مثل هذه الفترات يصير غلاء نوعا ما كما ذكرت نتيجة لغياب الرقابة أو ضعف الرقابة، فربما كانت من هنا كانت هذه الحملة، وشاف المستهلك التونسي وأنه لابد أن يقوم بالمقاطعة في مثل هذه الظروف من أجل أنه الأسعار تنخفض خاصة في بعض المنتجات الفلاحية اللي شهدت ارتفاع كبير وغير مسبوق. فمرة أخرى نقول مبدئيا نقول ليست هناك أي جهة سياسية وراء هذه المقاطعة بقدر ما هي كانت تلقائية، وربما النجاح نتاعها يكمن في هذه التلقائية وعدم وجود أي جهة وراءها خلى أن المستهلك التونسي يشوف أنه اليوم المفتاح تخفيض الأسعار بين يديه، وهذاك علاش تكون المقاطعة تكون عادة ناجحة وسليمة. طيب سيد أكرم أخيرا، يعني أشرت الآن إلى فكرة يعني نجاح هذه الحملة بشكل كبير، هل تتوقع رد فعل من الحكومة يكون قريبا حتى بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية، أو هذا الملف التي شغلت الحكومة به هذه الفترة وكذلك الأحزاب السياسية؟ طبعا أنا أقول هذا أصبح الآن ضرورة، وأنه الحكومات التي ستأتي الآن ومن سينتخبهم الشعب سوف تكون أولوياتهم الأساسية هو النظر وإيجاد حلول لمسألة غلاء الأسعار خاصة في المنتوجات الفلاحية والمواد الغذائية. هذا موجود في برامجهم موجود، لكن أكثر من هذا هذا تستدعي الضرورة اللي اليوم تعيشها البلاد خاصة من حيث ارتفاع الأسعار. فلا بد كما ذكرت وأن الحكومات تكون من أولوياتها اليوم خاصة بعد تركيز المجلس التشريعي وبعد الانتخابات الرئاسية أنه إيجاد برامج حقيقية وحلول جذرية لمسألة غلاء الأسعار اللي عانى منه المواطن التونسي خاصة في السنوات الثمانية سنوات الأخيرة ما بعد الثورة. اليوم نقول نجاح هذه المقاطعة نجحت على مستوى الواقع، لكن لا يمكن لمسألة المقاطعة أن تستمر لأسابيع ولأشهر إذا كان الأسواق نتاعنا غير منظمة، إذا كان فماش رقابة، إذا كان ما فماش برامج حقيقية من طرف هذه الحكومات. شكرا شكرا جزيلا لك السيد أكرم الباروني نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. شارك برأيك عودة سلاح المقاطعة لمواجهة غلاء الأسعار في تونس بالتزامن مع انطلاق الانتخابات البرلمانية. التعليقات بعد الفاصل. نبدأ معكم أولى التعليقات التي وردت إلينا من مواطن من العالم يقول المقاطعة ثقافة ونوع من أنواع الاحتجاج الحضاري، كتوانسة لازم نستانسوا نقاطع المواد الغالية واللي ما هياش أساسية. المجتمع المدني في تونس يقوم بدوره على أحسن وجه. أما أنيس يقول ثقافة المقاطعة الاقتصادية خطوة مهمة جدا للقضاء على الاحتكار والفساد. أحمد شارك معنا بقوله الآن حملة شعبية منظمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تندد بغلاء الأسعار وتدعو إلى مقاطعة المنتوجات الغذائية منها البطاطا والموز المستورد، وقد لاقت هذه الحملة قبول قوي من الشعب التونسي وهي في بدايتها مع بدء نزول الأسعار في الأسواق.
فاروق شارك بقوله: يا شعب تونس الواعي المثقف، يا من أبهر العالم في عديد من المواقف، هيا نكونوا يد واحدة ونوليوا نتحكموا نحن في الأسعار. كانت هذه مجموعة من التعليقات التي وردت إلينا على وسائل التواصل الاجتماعي. انتهت بذلك التغطية لهذا اليوم. موعدنا غدا بإذن الله في تغطية جديدة. تابعونا عبر شاشة الجزيرة مباشر لتطورات البورصات العربية والعالمية. إلى اللقاء.